مساء الخير. نهار اليوم كانت الأجواء باردة وارتفعت درجات الحرارة ووصلت العظمى في عمان 15 درجة مئوية. من خلال صور الأقمار الاصطناعية نلاحظ اندفاع كميات من السحب العالية نحو أجزاء من المملكة. هاي الليلة بتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق وشديدة البرودة في المرتفعات والسهول والبادية. توصل درجة الحرارة إلى 8 درجات، أما الرطوبة 39 والرياح شرقية. غدا ويوم السبت أجواء باردة في أغلب المناطق نهارا وبتوصل ل 16، وبالليل أجواء باردة أيضا بتوصل ل 9 درجات. يوم الأحد عدم استقرار جوي وفرصة لزخات من الأمطار ليلا وبتوصل درجة الحرارة ل 7 درجات. بننتقل لدرجات الحرارة الدنيا لهذه الليلة والعظمى اليوم غد في باقي مناطق المملكة. بتسجل درجات الحرارة في إربد 11 وغدا 17، عجلون أجواء غالبا صافية 10 وغدا 16، جرش 10 وغدا 17 درجة. المفرق 8 وغدا 17، الزرقاء 9 وغدا 18 درجة مئوية. بتسجل درجات الحرارة في السلط 9 وغدا 15، مادبة 8 وغدا 16، مطار ملك عليا أجواء غالبا صافية 6 وغدا 18 درجة. البحر الميت 17 وغدا 22، الطفيلة 8 وغدا 14، الكرك 9 وغدا 15 درجة مئوية. في معان 9 وغدا 18، في العقبة بتسجل درجات الحرارة 16، أجواء غالبا صافية وغدا 23، نهاية برويشد 7 وغدا 19. ومن خلال خرائط الأمطار تشير إلى خلو المملكة من فرصة الأمطار يومي الجمعة والسبت وعودة فرصة الأمطار يومي الأحد والاثنين. إذن ملخص الطقس: طقس مستقر يومي الجمعة والسبت، وطقس بارد نسبيا نهارا وبارد ليلا وفرصة الأمطار ليلة الأحد والاثنين. بننتقل لدرجات الحرارة في مدن ودول حول العالم. وصلنا لنهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة، عودة إليك مهند. شكرا مريان.